بلاش تحكي لحد حاجة تعباك، لأنك هتصعب عليه النهاردة وبكرة هو هيجي عليك. بلاش تثق في أي حد مجرد ما شفت منه موقف حلو. أي حاجة في البداية حلوة. بلاش تعرف حد نقطة ضعفك، عشان النقطة دي هتبقى حفرة حفرتها لنفسك ومش هتعرف تخرج منها. فما تخليش حد يستغلها أحسن. بلاش تنام عيط عشان حد، ما انت لو غالي عنده ما كانش سابك معيط. فممكن تنام وما تقومش تاني، ساعتها هيندم قوي ويعرف معنى الندم. ما احنا ما بنحسش بالحاجة غير لما بتروح مننا. بلاش تدعي على نفسك مجرد انك مهموم. في ناس مريضة بتدعي انها تعيش ولو للحظة. بلاش تطلب من حد الاهتمام، هو لو عايز يهتم هيهتم، اصل الاهتمام ما بيطلبش. بلاش بقى تخنق نفسك بايدك، قرب من ربنا هترتاح ومش هتحتاج لحد. تحياتي يحيى شاهين.